دلوقتي للصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وتنضم لنا زميلاتي العزيزات هنا أبو القاسم وسالة حامد علشان يطلعونا على أجواء ما قبل المباراة، الاستعدادات الأخيرة للنادي الأهلي وأيضا نادي الاتحاد. مباراة هامة جدا، جايين فور، بنأمل كل التوفيق، وأكيد كانوا الناديين ليهم استعدادات مختلفة وأكيد برضو الاسكواد الأخير. اتفضلي يا هنا، سامعينك. يا مساء الخير عليك يا مريم وعلى ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي الكبار كابتن نبيل بخيت وكابتن محمد السلعاوي، وبيك يا سلا وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما قلت يا مريم، من داخل صاله واحد، الصاله الرئيسيه باستاد القاهره، هننقل لكم بقى كل الاجواء وكمان استعدادات الفريقين قبل انطلاق طبعا المباراه المرتقبه والجوله الرابعه من طبعا نهائي دوري السوبر بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. يعني طبعا زي ما قلت يا مريم، مباراه صعبه جدا، مباراه هامة، لازم النادي الاهلي يفوز ان شاء الله في المباراه النهارده عشان يلعب جيم 5. طبعا كالعاده عندنا ثقه في النادي الاهلي، يمكن لاعبي النادي الاهلي متربيين داخل النادي ان هم طبعا رجال المواقف الصعبه، ان شاء الله النهارده هيكونوا على قدر من المسؤوليه ويحسموا المباراه لصالحهم ونلعب جيم 5 وكمان بقى نتوج بدوري السوبر. كل توفيق ليهم النهارده طبعا، يعني يمكن هم متواجدين في الصاله وبيجروا طبعا زي ما باين في الخلفيه عمليات الاحماء، مركزين بشكل كبير جدا في المباراه، باين على وجوه اللاعبين حاله من التركيز طبعا بتسيطر على الفريق. كل توفيق لرجال كره السله النهارده. يمكن المباراه زي ما قلت هتكون صعبه، الاتحاد السكندري متقدم بخطوه على النادي الاهلي طبعا في مجموع المباريات، لكن ان شاء الله بقى رجال النادي الاهلي النهارده هيعدلوا النتيجه وهيعودوا مره اخرى عشان ينافسوا على دوري السوبر. كل توفيق ليهم النهارده. يعني يا سله طبعا زي ما قلت مباراه صعبه، اكيد الفريقين بيستعدوا بشكل قوي جدا للمباراه، فكلمينا بقى عن استعدادات سواء النادي الاهلي او كمان الاتحاد السكندري. بالتاكيد يا هنا، بس طبعا خليني في البدايه ارحب بيك يا مريم وارحب طبعا بضيوفك الكرام وكابتننا الكبار في الاستوديو كابتن محمد السلعاوي والكابتن نبيل بخيت وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وتاكيدا طبعا على كلامك يا هنا، مباراه اليوم مباراه صعبه، ولكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكونوا رجاله على قدر المسؤوليه وثقه جمهور النادي الاهلي ودعمهم طبعا، يعني المتواصل من اول ما سيسيد بس اوف فايف بدات. ولكن خليني طبعا انقل لحضراتكم يعني كواليس واستعدادات الفريقين سواء فريق النادي الاهلي او فريق نادي الاتحاد السكندري. يمكن طبعا فريق النادي الاهلي وتحت قياده مستر اجاستي بوشا المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، يمكن خليني اقول لك يا مريم ان الفريق استعد بشكل طبيعي جدا، استعدادات روتينيه زي كل مباراه. طبعا ما بين مباراه ومباراه بيبقى يوم واحد، بس الفريق طبعا فيه بيكون فيه يعني فيديو ميتنج وميتنجز مع مستر اجاستي بوش الصبح وليل في فندق الاقامه. وكمان امبارح الفريق يمكن كان عنده ميتنج الساعه 7، بعد كده اتمرنوا الساعه 8 على نفس الصاله، صاله واحد بسد القاهره الدولي، استعدادا طبعا للمباراه. وزي ما قالت طبعا زميلتي هنا ان هم كانوا متواجدين هنا في الصاله وفي حاله تركيز شديده جدا، يمكن واصلين النهارده قبل المباراه بثلاث ساعات، كانوا واصلين الساعه 6 بداوا عمليات الاحماء الساعه 7 على ارضيه الملعب قبل المباراه بساعتين، فيمكن الفريق طبعا في حاله تركيز شديده. وكانت الاستعدادات الروتينيه زي كل مباراه. وكمان خليني استعرض مع حضراتكم طبعا اللعيبه او نفس السكواد ليست اللي شارك في جميع المباريات. البدايه طبعا هتكون مع محترف فريق النادي الاهلي براندن عمر، عزب، ايهاب امين، مصطفى كيجو، سيف سمير، عمرو الجندي، احمد مهيب، مروان سرحان، محمود وليد، كريم حاتم، محمد ابو النصر، وعمر طارق. كمان ايضا على الجانب الاخر وفريق نادي الاتحاد السكندري تحت قياده الكابتن احمد عمر، خليني برضه اقول لك يا مريم ان الفريق استعد ايضا بشكل طبيعي جدا، الاستعدادات كانت روتينيه ايضا، فيديو ميتنج مع الكابتن احمد عمر وجميع اللاعبين طبعا بيراجعوا فيها يعني المباريات اللي فاتت ما بينهم وما بين النادي الاهلي، الاخطاء طبعا اللي وقعوا فيها مع النادي الاهلي. يمكن طبعا عندهم حافز اكبر النهارده في المباراه ان هم يفوزوا عشان طبعا يحسموا يعني لقب الدوري بدري، ولكن طبعا ان شاء الله اللقب يكون من نصيب فريق النادي الاهلي. كمان خليني اقول لك ان الكابتن احمد عمر النهارده هيدخل القايمه او هيدخل المباراه بنفس القايمه، ولكن في تغيير واحد بس هيكون في القايمه النهارده. البدايه هتكون مع ديكسون، يوسف شحاته، عبد الرحمن خالد، مصطفى عاصم، هيثم كمال، ميدو طه، احمد عادل دولا، انس اسامه، احمد ابو العلا بيبو، وياسر صالح، علي احمد، وجاسر الكيكي. وجاسر الكيكي هو اللي هيكون التغيير الوحيد، هيكون بدلا من يوسف شوشه يمكن اللي اتعرض في المباراه الماضيه بكسر في الاصبع الكبير في رجله الشمال. يمكن يعني بعد الاصابه دي طبعا قرر كابتن احمد عمر ان هو يستبعد بالتاكيد احمد شوشه عدم استكماله طبعا يعني بقيه المباريات في سلسله ذا بيست اوف 5،
هيستبدله بالكابتن جاسر الكيكي اللي هو هيكون متواجد بداله في القايمه. مباراه صعبه جدا زي ما زميلتي هنا ابو القاسم قالت، ويمكن اللي بيخلينا شويه يعني بيخلي للمباراه طعم وبيخلي للمباراه اجواء اكتر هي تواجد الجماهير يا هنا. طبعا كلمينا على التواجد النهارده وعلى الاجواء بشكل عام في البطوله. مظبوط يا سلا، مباراه مهمه جدا، جماهير النادي الاهلي النهارده هيكون ليها دور كبير. الحقيقه هم عاملين مجهود كبير جدا، بيكونوا موجودين في الصاله بيدعموا رجال النادي الاهلي منذ بدايه المباراه وحتى اخر لحظه في المباراه، عندهم ثقه كامله فيهم. وبالتاكيد طبعا بيكون في تواجد لجماهير ايضا الاتحاد السكندري، يعني الاجواء داخل الصاله بتكون مشتعله لاخر ثواني، الجميع طبعا بيكون على اعصابه. لكن النهارده بقى جماهير النادي الاهلي هيكون ليهم دور كبير جدا، لازم طبعا يفضلوا يشجعوا ويدعموا لاعبي النادي الاهلي لانهم الحقيقه فرحونا كتير ويستحقوا هذا الدعم. مباراه يعني بخصوص النادي الاهلي لا تقبل القسمه على 2، ان شاء الله بقى يفوزوا النهارده. يمكن مفتاح المباراه النهارده هيكون التركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه وعدم التراخي. كل توفيق للاعبي النادي الاهلي يا مريم، ان شاء الله بقى يفوزوا في المباراه النهارده ونلعب جيم 5 ويتوجوا ببطوله دوري السوبر. يعني يا مريم طبعا دي كانت كل الاجواء وكمان استعدادات الفريقين. طبعا معاكي لو عندك اي استفسارات، والان العوده ليكي مره اخرى في الاستوديو. بشكرك جدا طبعا زميلتي هنا ابو القاسم، وبشكر ايضا زميلتي سالا حامد، بشكركم على هذه التغطيه وان شاء الله